أنا بفهم أنت رافع خشمش على شنو؟ ما صار لنا شهر متزوجين، من الصبح قاعدة وعافسة ويهج، بيكون مو عاجبينك. وبعدين تعالي، أنت شلون تعاملين أختي لطيفة كذي؟ شنو؟ لا مو شنو، أنا أعرف أختي، عمرها بحياتها ما تطلع منها العيبة. إيش فيها لطيفة بعد؟ إيش فيها؟ شرحانة عليك؟ شلون صاك الباب بويها؟ إيه بداها تقول لك ها؟ الصبح صكيتي الباب بويهي والحين قاعدة تطالعيني. مو قصدي أسكر الباب بويهج. فاطمة شو السالفة؟ أنت إيش تبين بالضبط؟ علامة إيش فيك؟ أنت اللي إيش فيك؟ الصبح تشيشين أمي والحين إبراهيم إيش فيك؟ لا شيشت إبراهيم ولا شيشت أمك. ومثل ما أنت ما كنتي تقصدين تسكرين الباب بويهي، حتى أنا مو قصدي أشيش أحد عليك. إيش تقصدين بالضبط؟ قلت لك ايش قصدي، اخاف مو عاجبينك